والنوع من الطواغيت وقال لي معد مركا شركة سعولية هاي عواقب وقد خطرت إذا أبضنت هاي الدنيا كرام أنا إلهي سبحانه وتعالى مضافه شركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله داود يالكسول وهذا برنامج كان يتحناها طريق إلى الهدى وضد هنونك كاسو أن أغسو هل ليني أريد معناه دور صومي عاو برنامج كان أغسو هل دوننا هدي إله إلهدو أريد الشرك معنيه إيسا إنت أكلبحو إيوه قفك مسلم كأسد الله الرب إنه لشيسا أغفو غير برنامج كوحا إقلق يبقى عندونا إنجني عبد الحكيم الشيخ دون إيوه ديت الزبير عبد القادر جنين عبد الحكيم وحاكوب الله بينا يعني تعريفك أما قيحد شركي شركي محوية هي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا سيطو أقهد لي سيداء الله صوبان لغي يعني الرسول شلفت في قوضة مركي إيكهد لي أما النبي صلى الله عليه وسلم سيطو أقهد لي وصوبان لغي شركي بسم الله الرحمن الرحيم معنى شركي مركي لقهد لي لقطة أحان وأوذا جن أما شراك استلاح أحان مركي لقهد لي أما شرعي أحان وحق إلهي سبحانه وتعالى أوليه أما صفة إلهي سبحانه وتعالى أوليه أعدك للسي هدو أهان لا حق رب النمو إلهي الله قرأ كونكني سوء مامولي سوء أبوري مامولو كتليه أما هدو أهان لا حق إله نمو إن إلهي سبحانه وتعالى وحق الله ليه عبادة يأستامها عبادة ذرن إلهي سبحانه وتعالى سوء لو قد بيه ذلك قرآنك دور ميل با لوغا هادلي هدان سو قادنا آيات كقار إلهي سبحانه وتعالى مركولي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله آيات إلهي حكو عدي إني جيران دتك قار كوت إني إلهي سبحانه وتعالى أسميين إد لالله لميس مدأ لمدأ يحبونهم كحب الله أي يجعليهين سيدي جعلك إلهي سبحانه وتعالى من سيدي إلهي لو جعلان الله آيات كلانا إلهي سبحانه وتعالى وحليه سوض أمد الله اللي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ورهايلين أو هسميسانين ند أما قف إلهي لله ولمية أما اللمدة وأنتم تعلمون أذين كؤك لذلك سورة دي محوها قل هو الله إلهي سبحانه وتعالى قنانت كذا ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اد الهي لمده او دغنت او كف او كؤه ما بجرت مركه واخ كلا او لا سميسن كرام جرت شركه اي قيبي سمركه لغا هدليه علماء دحو قيبيين لب شرك الاصغر شرك الاكبر شرك الاصغر اما شرك غير ان وخ لو تلماما يعني والدنبيو اما معاصي فعلا هدي ارورتنا قارسين كرت الشرك الأكبر نوقفك وكدعه شرك الأكبر ماها الوح وقفك الدين توقبحي لكن إني تهاي فعلا وماش وكجلي مربه الدوب أضي بلابنته وكجلي أنت بظننا حلوت الماما أعمال أيه توقفك إلهي سبحانه وتعالى إنه هو هذا أما أخال سياله إنه كلي هاي دنكلي أسوقوني وا مثلا أمثلة ذا السوقة تحاكم ذا الريع عمل أيه توقفك إن السجى إلهي سبحانه وتعالى أقول له هذا إنه كسره مثلا إن دتوكو أمانا أما وكوكس بضو شعبية أما وعدك الأقول هذا بحيث هذا إن إلهي سبحانه وتعالى أقول هذا لذلك يكت المامان علماء قار شرك المنافقين أما شرك كيني النفاق وفعلا أن سقوا أهين وحير وقفك دو كسيف هذا جارسيني شرك الأكبر شرك الأكبر علماء مركي تعريفين يعني ووحيابا انت بدن او كسو مظاهر اما قابه وماها وح قرسومي سدا كي هره لكن تعريف كيسا اني تاي يعني و و و وقفك ذنبي هدو قفك سميه وغبحي دينت الهي سبحانه وتعالى يخرج صاحبه عن المله قفك دينت او غبحيابا او وحو كنقن يا قف عن مسلم هي ان قابك يعني ان انت سبدن او كوي مادن وحا او درن يعني مثلا ووح موقني ووح وسنقفك قرينكر إنه قفك سميست السنة موكلي ما هو حقر سومي إنه قفك مثلا
يعني قبر وعبادته وبريته أما إن قفك حكمك إلهي سبحانه وتعالى أنت اسكدقه إلى هذا أنا كنت مقنع سنية كان مقنع سنة الدستور كان مقنع سنة لذلك ما هو حقر سومية سيد الشرك الأصغر لكن واوح خطرتي سلة ولغت المامي قفك هدي أقله إنه أغب حيه دينة إسلام وما سنت هاي جناب عبد الحكيم هل قاسو حانك أركينا شركك إيو خطرت أوليه هي سيد القرآن كله هالي إن معناها قفك هدي شركي أسمي إلهي سبحانه وتعالى وح لبربر دي إلهي وعيد لبربر أهنا إيس إنجير معنا أستاذ زبير هذا وح نوغا تابان كرتو إن شركي أصلاقا سو هالي حكم كيس محوية مرك الله في ريا دينة إسلامك شركي يعني قفكي سمية أما عمل كاس قفكي وكدعو حكم كيس نغنية جزاك الله خيرا ان شركي او هدا ولالك تلمامه وشركي لبدا نوع وكلا قبش ميد كوين وميد كارون انا حوغا سارنا وميد كان سنه ان وقفك دينتي الهي وابح مركا شركي كاس و ليهي عواقب او اد خطرته او بدنت هي ادوني اخره الهي سبحانه وتعالى ايات القران اد او بدين او كتلمامه الهي سبحانه وتعالى و ليهي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إله سبحانه وتعالى حكوت الماما عادة سعد وشرح ساقفك نولشي سعد سيدة أين قانيس وعادة الماما ساقف مال فوق لغسو القمي واسكد بقدوم هاي ومحوقها دباشو أي كلبتين هايسو oo muxuu aha shimbiraha kala dafahayaan oo meel ceel waaq la ah ku dhacay aan la garanayn meel uu ku dhamaanay marka aayada sidaas ay tacbiirkaas guud ay saaraysaa ay ku tilmaamaysaa qofka haduu mar shir ku dhacna looshiisa wareer badan baa galahay dabadeed qofki ma yaqaan marka yuu meel cid uu ka cabsado oo cid uu muxuu aha ka rajeeyo oo cid uu muxuu aha u gargaaro عد وعدو كدكتو اتجاه لنباك خلدم هاي مركا سورة الزمر إله سبحانه وتعالى حكو ليه إن ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا مقرد عد قف ضد بذن إيو ذليين استاك فلي سعو هسعون قف لليه ولوريري وجهده أكل أنت وسون قلنا يورا لقلايا يور كيس قاطع يودي ذا قف أسير إن جبه هان لوريري وجهده أكل أنت وبلاك دعه ما قرأت يو قف هل ربي محوها أدن وآه ويقان ربي وعبده وقدم به لابد اسمه ما نقول كلام مركب تعبيرك إلى سبحانه وتعالى وعبره وهذا عجيب أنت نبي عليه الصلاة والسلام بحلو دي دمبك أوهن مركزه أن تجعل لله ندن هو خلق عليه إنسان كان أبو ري مقرد كرامي عقلي كسي إن لمد لكتو إد أنا مطنين إن لمد لكتو قدر الحمو معنا أسوء الله سبحانه وتعالى كهذا الله خطرت أو حتى آخر أقول لي قفك وحقه مدنا إنه مركو موحد يعني أو مؤمن يا مدنا إنه جنك وقالوا مقرات أعماش وسمي سنة أو ناك سنة نم بهدو شرك كدع وحيو نم وادر ترمايا إلهي سبحانه وتعالى سوك شاكينا أنبيذي ونم مركو كسوا حضلي وحوي ولو أشركوا لحبدا عنهم ما كانوا يعملون هذه هو الشرك اللي إمال هاي أعماش وذا برلاد مرك أنبيذي وحقا وإستاكتي وجهدي أركت قوات الله سبحانه وتعالى كير تذكر كسوهر أنت جوهان نبي عليه السلام سيدوك إله كير لأن أشركت لا يحبطن عملك مركا خطرتها سأي وليها الله حبو كتل المامي قف كي الشرك كل أنت إنه سلم مرنب عفنين دم فيه سلافين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء سيدك الله سبحانه وتعالى وحوليه قفك شرك كل أنت
جنة ولا حرام نلشي نار بوكو قادم الله سبحانه وتعالى وحليه إنه من يشرك بالله قفكي الله وحلو ذاجي فقد حرم الله عليه الجنة الله وحوك حارة تنمي ذي جنة ومأواه النار مكان نقد كيسان وحو نقد وانا نار مركا خطر تاس وين أشركة كوكا داما والربا قفكي إنه ما أنت نلوشي سكبارا. السلام عليكم. جزاك الله خيرا دكتور زبير. يعني رنتي سيدا صوضة المامتنبا وها أركينا شركي إنو يهي وح مرنا أدو خطر بضان مرنا إلهي سبحانه وتعالى قفك بني آذن كفوغيني لنا عكالنا نولوشي سي قريني ورير إيو ما عرقت يعني إني سن دقنانش إيو ما عرقت استقرار أي سنجالن سببتا سعان أوحيك أنت إن مروال رسوش إلهي سبحانه وتعالى مرقو صادر أي دادك أقدقان شركي إينا أقبوري أن توحيدك وأنا ماشي ضد والبو إلهي سبحانه وتعالى دين تيسل الرواضات كينا أقويا ران حوق أي ساران لأن قفك هدي وشركنا إسكي إلاليو توحيد كيسان أوهاقاقو إلهي سبحانه وتعالى عمل كيسان إنتاسو حكتن بايا إنو حاو بضان تاي معركتي يعني نحريس تيس إلهي سبحانه وتعالى قليل لكن إلهي أساقا بحوكوليه نص عب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أنا إلهي سبحانه وتعالى مرافه شركي تاس معناه ذو حاوه قف والب واجب حقوقه وشخصية إنو شركي قاس برطو إسكا إلاليو كفو قادو مركا جزاك الله خيرا داود يال إذن كان آدي يدمها سنتهين حلقة دينا نسيدة أولى سعوتين انتان حلقة لكم كل من وحينك كتغينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.